اخبار اليوم. العز بنرحب بيك بقى اخبار اليوم وبنقول لك الف مبروك على تكريمك يا رب. وكنا عايزين نعرف ايه اخباره وهتبدا بسرعه. بشكرك طبعا وبشكر القائمين على المهرجان ده، على الجائزه اللي منحها لي، ده شرف ليا. ان شاء الله كل الاعمال يا رب تبقى ناجحه وفيها جوده. الخليه ان شاء الله 2016 مع المخرج طارق العريان، وهو في مرحله اختيار الكاست دلوقتي. هيبقى في اطار اكشن وكده ولا هيكون من احداث حقيقيه لاكشن؟ بس هو احنا دايما ما بنسعاش ورا الجري والشقلبة، على قد ما احنا بنسعى ان احنا نقدم رسالة في معينة في الفيلم، ان في ناس بتموت عشاننا، في ناس بتضحي بأرواحها عشاننا، وبنحاول نبرز الضوء ده. زي ما بنبرز سلبيات بنبرز ايجابيات. بالنسبة للدراما في حاجة جديدة السنة دي؟ مش هلحق السنة دي، وكنت اتمنى طبعا.